ابن عبد ربه صاحب العقد الفريد. هو أبو عمر أحمد بن محمد بن عبد ربه القرطبي الأندلسي العلامة الأديب الأخباري. نشأ في قرطبة حاضرة الأندلس، وتلمذ في تلك المدينة ذات الطبيعة الساحرة لطائفة من شيوخ عصره كابن وضاح وبقي بن مخلد وغيرهما. قال عنه الثعالبي إنه أحد محاسن الأندلس علماً وفضلاً وأدباً ومثلاً. وقال عنه الفتح بن خاقان حجة الأدب، وإن له شعراً انتهى منتهاه وتجاوز سماك الإحسان وسهاه. وقال عنه ابن خلكان كان من العلماء المكثرين من المحفوظات والاطلاع على أخبار الناس. يعد كتابه العقد الفريد من أشهر كتب الأدب ومن الموسوعات الأدبية التاريخية والاجتماعية، وقد حوى كل شيء، إذ قال هو عنه: وقد ألفت هذا الكتاب وتخيرت جواهره من متخير جواهر الآداب ومحصول جوامع البيان، فكان جوهر الجوهر ولباب الألباب، وإنما لي فيه تأليف الأخبار وفضل الاختيار وحسن الاختصار، وما سواه فمأخوذ من أفواه العلماء ومأثور عن الحكماء والأدباء، واختيار الكلام أصعب من تأليفه. ومن مؤلفاته الأخرى أرجوزة تاريخية، أنساب العرب، أخبار المتنبي، الممحصات، وهي قصائد ومقاطيع في المواعظ والزهد. توفي ابن عبد ربه في قرطبة سنة 28 من الهجرة.